طيب عندنا ايضا مسلسل يحيى وكنوز، زي ما حضراتكم عارفين مسلسل كان من اكتر المسلسلات اللي نجحت في هذا الاطار، اطار مسلسل للاطفال، مسلسل يبقى ممتلئ بالمعلومات وفي نفس الوقت ممتلئ بالمتعه. يحيى وكنوز الجزء الثاني ومؤلفه الاستاذ محمد عدلي. ازيك يا استاذ محمد؟ يا استاذ يوسف، كل سنه وانت طيب. عامل ايه وانت طيب؟ ورمضان كريم علينا جميعا يا رب. الله اكرم. الله الاخبار أكرم. عندك يا استاذ، كلمنا على يحيى وكنوز الجزء الثاني. والله انا اوعدك السنه دي، انا عارف ان انت يعني من محبين يحيى وكنوز من اول موسم، بصراحه كنت بتتوقع نجاحه، ودي حاجه كانت مخلاني مبسوط جدا. انا يا رب يخليك ده كويس. يا رب الحمد لله. احنا السنه دي عايز اقول ان هي ان شاء الله هتبقى مرحله جديده في وجود الانيميشن في مصر. شكلا ومضمونا وانتاجا وكل حاجه. احنا شغالين او اشتغلنا فتره طويله جدا علشان نوصل للمستوى ده. اشتغلنا على الكتابه، اشتغلنا على الرسوم المتحركه، اشتغلنا على الافكار. احنا يعني المره دي كمان مش الكتابه اللي خدت وقت، تحضير الفكره نفسها، الشغل على الفكره المبدئيه كان بالنسبه لنا تحدي كبير، لان احنا اشتغلنا موسم واثنين والحمد لله ربنا كرمنا ونجحنا والناس حبت الشغل بتاعنا. فكان بقى السؤال الطبيعي، هنعمل ايه يخلي الناس تفضل منبهره او تفضل شايفه ان احنا بنعمل حاجه كويسه؟ وده اللي فضلنا بقى ماشيين فيه شويه لحد ما ربنا كرمنا. يمكن احنا السنين اللي فاتت كنا بنشتغل اكتر على التوثيق التاريخي وعلى زياده صحيح. الوعي في الشارع بخصوص الحضاره المصريه القديمه. ان شاء الله السنه دي هنقدم، هيبقى عندنا مفاجآت ليها علاقه بعصور مختلفه. هيبقى عندنا هم مهم جدا في الحلقات، وهو الهويه المصريه. ازاي ان الهويه المصريه او ازاي ان مصر دوله ما تعتبرش مجرد جنسيه بتمنح لشخص عايش في ارضها او اتولد هنا وعايش هنا. لا، هي مصر ليها هويه مختلفه وليها هويه مميزه، لدرجه ان لو حد جه مصر وهو مش مصري وحب اهلها وعاش وتاثر بيهم بيتمصر، بيبقى صح. جزء من تاريخنا احنا، بيبقى صح. جزء من تاريخنا. وده اللي احنا بنواجهه دلوقتي، وده ومحاولات والاجندات اللي موجوده في بعض المسلسلات العالميه وبعض المقالات وبعض الاراء اللي بتستند لدلائل يعني ضعيفه جدا جدا من التاريخ، وبتحاول تنسب الحضاره بتاعتنا او بتنسب بعض الاجزاء من الحضاره بتاعتنا لغيرنا يعني. فاحنا السنه دي بنتعامل معاهم بشكل مباشر علشان نثبت عكس ذلك يعني. المسلسل السنه دي هيبقى يعني انا اللي انا لامسه كده من الكلام انه بيكرس او بيأصل لفكره انه مصر هي بوتقه تنصهر فيها ثقافات وعادات وتقاليد، وتخرج في شكل جديد اسمه الشكل المصري، زي بالظبط الاسلام لما دخل مصر، زي المسيحيه لما دخلت مصر الى اخره. زي الاسكندر لما عاش، زي الاسكندر لما راح يتعمد على الديانات بتاعتنا. بالظبط، زي كليوباترا، زي ناس كتير جدا عاشوا في مصر. الشعب المصري من قديم الازل بيعرف يميز. ففي بعض الناس يعني عاشوا هنا، المصريين ما عرفوش يتاقلموا معاهم. وفي بعض الناس الثانيه المصريين منحوهم الحب ومنحوهم فكره الخلود. الأرض دي بتقدر تمنح أي حد بيحبها وبيخلص ليها الخلود لفترة طويلة. فده اللي حصل، وده للأسف في السنين الأخيرة في ناس بتستكتروا علينا، يعني في بعض المنظمات أو بعض الناس بتستكتروا علينا، وده اللي إحنا بنحاول، مش هقول لك من أول حلقة، من أول مشهد، من أول كلمة في الحلقة الأولى، إحنا رايحين للمنطقة دي على طول بشكل مباشر في الدراما وفي التاريخ وفي كل حاجة. بص، الناس دي بتبقى أذهان صادقة من ناحية ومتعمدة من ناحية تانية. يعني اللي أنت قلته مهم قوي، لأن إحنا على سبيل المثال الإنجليز دخلونا في 1882 وخرجوا يا مولاي كما خلقتني، لا حبيناهم ولا أثروا علينا. ومن قبلهم، من قبل التاريخ، الفرس نفس الكلام، نفس القصه. يعني في حين انه الحضاره الهيلينيه او الاغريق دخلوا وقعدوا وفضل منهم اللي فضل لحد كليوباترا، خلاص اصبحوا مصريين وتم اعاده تشكيلهم وبقوا بيقلدونا احنا. فالحضاره، فالشكل، فالناتج النهائي للحضاره
بقى جزء او بقى مزيج من حضارتهم وحضارتنا. ففي النهايه احنا بنسمي ده بقى هو الهويه المصريه. ما هو الهويه هي اللي انت بتتاثر بيها، تاثر في وجدانك، مش مجرد حياه او مش مجرد ارض انت عايش عليها. عارف في مثال انا بشوفه مثال بارز جدا وقد يبدو بعيد، الفنان النجم العظيم ستيفان روستي، اب نمساوي ام ايطاليه مثلاً. ومحدش ابدا ممكن يستوعب ان الراجل ده خواجه يا جماعه، ده ابن بلد اصلي. والفتره دي كان في شوام كتير عايشين في مصر، في افلام كتير قوي ما بنسالش فلان ده الجنسيته ايه ولا كذا، هو دي مصر، فحب مصر واخلص للارض دي، فمصر او الشعب منحه مقابل الحب ده فكره الخلود نتيجه مسلسل، نتيجه عمل معين، صح. نتيجه يعني هو كل ما بيقدم لمصر ما بتنساش ده، والشعب بيعرف يميز ده كويس قوي. ومهما يعني احنا شفنا اكثر من محاوله لفكره اثبات نسب فلانه او الملكه او الملك فلان، استهبال لحضاره ثانيه. احنا ممكن نشوف استهبال، لكن هو للاسف بيبقى مؤثر جدا جدا، خصوصا مع الاجيال الجديده، لان هو بيسالك طب انت ايه المقابل بتاعك؟ يعني هو بيقول ده، انت شايف ايه؟ فين النارتيف بتاعك انت؟ بالظبط كده. فانت بتبدا تتعامل مع الموضوع، لو انا قررت اقول له لا ده استهبال بس، هو غالبا يعني ايه هيكبر دماغه مني انا، لان هو شايف يعني حاجه تانية مبهره انتاجيا جدا، وفيها وبينتجها منصات عالميه وبتعمل، فهو الابهار جزء من الاقناع في الزمن اللي احنا عايشين فيه للاسف. حتى لو المعلومه مزيفه، لكن لو تم تزويقها بشكل معين بيعرفوا يبيعوها لهذه الاجيال اللي قد تكون اثرت اكتر بفكره السوشيال ميديا وفكره الحياه السريعه، فما لحقتش قوي شويه حاجات ليها علاقه بفكره الوعي الخاص بالحضاره او بفكره اهميه الارض. فاحنا هنا بناكد قوي وبنركز ان انت مش في بلد عاديه، انت موجود على ارض مهمه ليها تاريخ، صح. وجودها من وجود التاريخ نفسه، فانت مهم تفهم ده، ومهم تفهم ان اللي بيحصل منهم هي محاولات بائسه لسرق تاريخك ولتزييفه لصالحهم هم، وان شاء الله ده طبعا ما يحصلش يعني. لا ولا عمره هيحصل طول ما في كتاب رائعين زيك وبيمتلكوا هذا الحس وهذا الوعي وهذا الإصرار وهذا العمق كمان في التناول. شكرا. حقيقي يعني أنا بشكرك جدا. وشك حلو علينا في يحيى وكنوز والله. والله ده أنت اللي وشك دايما حلو على كل النشء الجديد اللي طالع. حقيقي يا بختنا بيك يعني بجد. شكرا. أشكرك. شكرا. ربنا يخليك يا محمد، ونلتقيك قريب بإذن الله، وألف مليون مبروك على يحيى وكنوز في نسخته القادمة بإذن الله في رمضان 2024.